حط رجلك تقريبا هنا في أربعة يعني باقي ستة أوه باقي ثمانية الحين باقي سبعة طيب أربعة يعني باقي ثلاثة في ال أتوقع أنهم يكونوا موجودين في الدائرة هو أنت قلت إيه أنت ولا عملت إيه أنت ولا أنت قلت إيه ولا عملوا لك إيه أنت طبعا يا جماعة الخير نكون صريحين مع بعض طيب الحين أنا يمدينا أنزل في أماكن كذا بعيدة هنا والله لا أوصل الأول بدون ما أقتل أي واحد بدون ما أدخل أي فايت ولكن عشان الحماس يعني في المقطع عرفت وتحمس أنا شخصيا في الجيم مش بس عشان تصوير وتحدي وكذا ندخل في فايت ندخل نجلد يا ولد وإن شاء الله ما نحتاج نستخدم الهيل ندخل نجلد يا ولد ندخل نجلد يا ولد نجلد 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 هذا البوت كامب يا جماعة الخير هنا تعرف ان اقل شيء ينزلون 20 شخص اقل شيء من الطيارة فالله المستعان انا للأمانة فكرة بدون باندج خايف اني اخليها اول تحدي لان صراحة بدون هيل تفوز بالجيم وتنزل بوت كامب ونزلتك خرز هي كذا ما لها داعي الناس كلهم نوت من العجل ما ينحسب ما حد شاف صراحة رجع نزل يلا على بابك يا كريم كم سكواد ثلاثة على يميني سكواد واحد بيمحطوني يا ولد بينزلون كلهم عندي انا داري نزلتهم غبية ولا يمديهم اوه في سكواد ثاني في نص المدينة طيب اوكي سلاح تكفى M16 هنا خلص رصاصي عندي رصاص يا ولد هلا بالاكي من وين جاني الاكي في واحد زاجنا هنا خذ الدرع خذ الدرع لا 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 رجع الاكي حقي الله يرحم والديك رجع الاكي حقي طيب كان في سكوب معي انا متاكد مدري وين طار اها انتهينا طيب درع مدمج ما في خوذه يلا على بابك يا كريم وين ارمي وين ترمي يا حلو هي شفتك بعيد مره انت ما حيو ام بي صح في واحد قريب هنا في اثنين لا سموك أحا يهيل خوية صح؟ ربيتهم كم واحد منكم
8 طلقات باقي 8 طلقات. يخرب بيته يخرب بيته ما انبطح. هلا بسكار هلا. اوه انت وين خويك؟ خذ انا بالثلاث ان شاء الله تبارك الله. كويس 7 كلات وما دمجت الا قليل، بس ابغالي سنايبر ليه؟ عشان العبها صح، عشان تكون مواجهاتي من بعيد. باخذ المني بدل الاي كي، خليه حق مسافات بعيدة. اسكو ب4 اي شفته ريحته. ثلاث طلقات شلون ما مات؟ ما ادري اذا شايفني ولا لا. ينكت والله طيحته. اثبت يا اخوي اثبت. اوه هذا حق فلير جن يا اخي، انت بنشبلك. طيب الدروب نزل في هالبيوت صح؟ ايه شايفهم شايفهم، بس انحرق موترهم ولا ايش السالفه؟ ان شاء الله ما يكون بينهم هاك، ان شاء الله ما يكون بينهم هاك. المشكله ما اعرف عددهم فما ودي ابش بش اهبل، عرفت؟ لازم نلعبها صح، نقدم خطوه الى الامام. شفتوه؟ خربيته متى وصل هنا؟ هلا بالكار، هلا بالعيال. معك سكوب؟ طيب تكفى قول لي معك سكوب يا الذيب. ما في سكوب، يلا سكوب 4 ما عليه. سبحان الله. شرد 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 الذيبان شرد. ظاهر انه بيدخل البيوت هذه. هو داخل الزون اذا ما خاب ظني ولا؟ لا والله برا الزون. ايوه بدا يرميني والله. بدا يرميني الزق بس ما ادري من وين. احاحاح. ايوان. تنتريري دمي على الحافة والله، دمي على الحافة. ما ودي استخدم هيل، التحدي بيخرب. اشربوا يا شباب، ما حد يشوف ما حد يشوف. خربيتهم كم واحد؟ اسمع خطوات قريب هذا. لازم ام اعطهم بالسنايبر طلقة مثل ما ام عطني. ايوه اح في واحد قريب هنا. اخيرا طاح. ما كملت عليه. اي رمى سموك. والزون ورانا. طيب خذ موترك وفحط يا ذيب. ما اتوقع يمديني، ما اتوقع يمديني، بس هذه خطة الفوز. خطة الفوز تكفون. احد خربها. تكفون لا احد يخربها. تكفون لا احد يخربها. شعره دمي. ودي اخفف منهم واحد. بس ما انا بشايف ولا واحد. حط رجلك تقريبا هنا في 4. يعني باقي 6. اوه باقي 8 الحين. باقي 7. طيب 4 يعني باقي 3 في ال اتوقع انهم يكونوا موجودين في الدائرة. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا؟ يلا يلا جيمنا جيمنا باذن الله جيمنا. جايب شعره وقاتل 9 وفي دروب قدامي. الحياة مغامرة. الحياة مغامرة.
في سنايبر لو رحت لدربي يمحطني على طول. حياة مغامرة. لا 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 معي سموك ما معي سموك ما معي هيل ما معي شيء. الله أنا الدرب مكشوف مرة. تكفى 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 تكفى. ما عندي لا نقول سموك إذا حصلت سموك. إذا حصلت سموك في البيوت. مركز الثالث كان فيه مجال أزبن يا أخي، بس تعرفون عاد ما لي في الزبنات. والله يا جماعة الخير كنت أحاول أوصل 4-6 كلات، بما أني وصلت 9 كلات أنا راضي على الجيم. أتمنى أن يعجبكم في البداية التحدي، وياريت إذا تكتبوا لي في الكومنت أفكار أو تحديات ودكم تشوفونها. نشوفكم إن شاء الله على خير، لا تنسون تقييم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.